us to review. It is an honor to be here. وأنهم ضحايا كذلك. Committed to helping Iraq in its transition. زال يبذله لم أقل الذي بذله والذي لا. يعني أنا شخصيا ما دمت موجود ما لا يمكن نعترف لا بدولة إسرائيلية ولا بدولة فلسطينية الاثنين، لأن إسرائيل ما هي إسرائيل وفلسطين ما هي فلسطين. وبعدين يعني أقول بهذه المناسبة إن الفلسطينيين وين لخبوا مازن هو ما هنشوف يعني ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم حنوضحكم نوضحكم بأنهم أغبياء. أولا الإسرائيليين تركوا الضفة الغربية غزة 20 سنة ولم يهتموا بها، أعلنوا دولة سموها إسرائيل عام 48 وتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب مدام هم في غنى عنها وغير مهم لهم، لماذا يقاتلون الآن من أجلها؟ هذا غباء. توا اليهود يموتون بالعشرات بواسطة الفدائيين الفلسطينيين حتى في تل أبيب بسبب وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة لهذه الدرجة، لماذا تركتوها عام 48؟ تركتوها، قلتوا هذه مش مهمة. طيب الفلسطينيين أغبياء لأن هذه الأرض كانت بيدهم متروكة لهم 20 سنة، لماذا لم يقوموا فيها دولة؟ مش معنى الآن يموتوا بالعشرات حتى هم لكي يعملوا دولة في الضفة الغربية قطاع غزة؟ ما كانت بيدكم الضفة الغربية قطاع غزة؟